تواصل أكيد في كل مكان عبر صباح الشروق ومتعة كرة القدم والأهداف الجميلة اللي كنا قبل الفاصل بنتغالط في الهدف الأخير لو متذكرينه. حسام قال ممكن يعني ينفذه بطريقة احترافية أكثر، أنا ما أعرف الحاجة دي لكن الأيام حتثبت لنا يا حسام، بينك كونك شخصية رياضية عادي يعني، لكن الهدف ده ما صعب. الهدف الاخير ده اللي انا جبته الأخير قبل 4 سنة ده قبل 4 سنة. بصورة عامة عدد من الأحداث الرياضية نتابع عادة الدوريات الكبرى بكل تأكيد عودة هناك للمتعة، عودة للإثارة، وعودة أيضا للأهداف الشيقة، وعودة لمتابعة النجوم العربية، الدوري الإنجليزي وكل الدوريات المثيرة. الكل يترقب أن يرى من هو البطل القادم، هل سيسيطر ليفربول من جديد على الدوري الانجليزي ام ستكون للمان سيتي كلمه او للانديه الكبيره. وبالامس عاد دورينا دوري نعم دوري الممتاز ممتاز لكرة القدم وعودة عدد كبير من الناس يا حسام بيقول انه عودة الدوري الممتاز هي عودة بلا روح، لانه زي ما عارفين نحن في السودان اللاعب رقم 12، احنا بنقول اللاعب رقم واحد يعني المشجعين والجمهور. عودة الدوري الممتاز من غير جمهور يعني في حد ذاتها هي مسألة ممكن تكون كويسة في جانب وممكن تكون ما كويسة في جانب تاني للظروف اللي بتعاني منها البلد، لكن الحمد لله أن الدوري الممتاز رجع من جديد والناس رجعت للميادين، لأنه نحن يعني جايانا بطولات إفريقية سواء كان للهلال للمريخ للأهلي شندي وكل الفرق اللي بتشارك في قارة إفريقيا، فلازم أنه النشاط يكون مستمر علشان حسام نقدر ننافس يعني أكيد في الدوريات أكيد الخارجية. منزل الجمهور دائما هو ملح كرة صح القدم وهو صح ملح المباريات والمناكفات والتفاصيل اللي بتحصل والتفاصيل، وهناك متعة خاصة جدا في المباريات لا تكتمل إلا بوجود الجمهور. الجمهور صح. بصورة عامة دارين نمضي سريعا وتعقيب سريع على مباريات الأمس في الدوري الممتاز مع مشاهدينا الكرام. الهلال يمكن يستطاع أن يعزز موقعه في الصدارة بعد أن تخطى فريق الأهلي مروي بهدف سليم برشاوي البديل المناسب في الوقت المناسب، أول لمسة رأسية من عكسية أثمرت عن هدف. والجميل في هذه المباراة اللافتات اللي حملتها أقمار الهلال ودعمهم المتواصل، دائما نجوم الهلال يعني هم أصحاب رسائل كبيرة جدا، تابعناهم عبر النقل للدوري كان وعبر الصور اللي انتشرت في السوشيال ميديا، ترحموا على أرواح شهداء كورونا والفيضانات وكانت بادرة طيبة جدا. نعم. وبادرة جميلة، نجم كرة القدم أن يكون نعم رسالي، فنحن في صباح الشروق ولايف نقدم التهنئة للاعبي الهلال أمس نعم بلافتاتهم بهذه البادرة الطيبة. نعم اليوم التحية، ودائما يعني كرة القدم والرياضة عموما هم سفراء لدولهم وهم مثال للإنسانية وهم بيعبروا عن حال الشعوب يعني، والرياضة دائما هي بتجمع الكثيرين والرياضة هي دائما جامعة لكل الناس تحت طاولة واحدة تسمى الرياضة، لأنه في الاستاد في المباراة بنشهد كل ألوان الطيف هي حاضرة، ممكن يكونوا مشجعين لفريق واحد، فدائما بنقول أنه الرياضة هي جسر للمحبة وللتواصل وللإخاء يا حسام. أكيد إذا انتصار الهلال على الأهلي مروي بفضل سلاح الخبرة، هكذا علق مدرب الهلال الفاتح نجر الأداء بصورة عامة في كل المباريات. نتوقع أنه ونرى أنه الأداء حيكون تصاعدي لأنه فترة الإعداد ما كانت كافية لكل الأندية، وده الشيء اللي حيغلب في كل المباريات الجاية. النجر قال تبديلاته أثمرت في الشوط الثاني عن سيطرة الأزرق وسيطرة الهلال على المباراة ووجوده في الصدارة. نذهب أيضا بعد عودة يمكن الحياة لملاعبنا وكرة القدم السودانية، مريخ الفاشل استطاع أن يتفوق على أهلي الخرطوم بهدفين لهدف. الشرطة القضائية في صراع إنها تكسب هلال الفاشل، هلال الأبيض وحي العرب تعادل. المريخ دشن العودة للممتاز أيضا بفوز ثمين جدا بهدف عجب رمضان عجب على الخرطوم الوطني، وده انتصار مهم جدا على واحد من الأندية الكبيرة للمريخ. ومدرب المريخ هناك الآخر أشار إلى أنه راضي تماما على أداء اللاعبين،
وفوزهم على الخرطوم باعتبار ان الخرطوم واحد من الانديه الكبيره اللي ظلت تقدم مستويات مميزه. ده دافع لبقيه المباريات. مستويات لن تكون كما يرغب الجميع لانه الاعداد ما كافي، اكيد مستوى لياقه اللاعبين لياقه المباريات مهمه ايضا. والعوده يعني لم تكن الفتره كافيه للاعبين ان شاء الله. ان شاء الله في الاسبوع القادم وبعد القادم نشهد زي ما قال حسام يكون في عوده تدريجيه بالتحديد في اللياقه واللياقه الذهنيه والتفاصيل الكثيره، وكلنا عارفين ان الناس كانوا متوقفين. فرساله برضه لكل الاطباء اللي بيكونوا موجودين داخل الاتيام والفرق دي، مساله المشاكل ومساله المشكله في العضل دائما بتكون لانه الناس متوقفه لفترات طويله جدا، ومشاكل واصابات كثيره ممكن تكون حاضره في الايام دي، محتاجه انه يعني الناس تشتغل عليها كويس علشان ما يكون في اصابات كثيره وما نقدر او ما نفقد عدد كبير جدا من نجومنا في كل الانديه أكيد. المختلفه. اكيد ده دور كبير جدا، كور كبير جدا بينتظر الاجهزه الفنيه في الفريق، المدير الفني والمدير البدني والمعد البدني ومدرب اللياقه وما الى ذلك، مجهود كبير جدا منتظر، خصوصا انه البرمجه الممتازه زي ما اشار منذر برمجه ضاغطه جدا 72 ساعه لكل مباراه بالفريق. يلعب مباراه يتمرن، شاهدنا مباريات عديده في يوم واحد. والكاف لا ينتظر، يريد من الاتحاد انه يرشح الانديه اللي حتشارك في المسابقات القاريه، اذا كان الكونفدراليه كاس الكونفدراليه كونفدراليشن كاب او دوري ابطال افريقيا، اربع انديه ستمثل. والاتحاد العام السوداني لكره القدم مطلوب انه يسمي انديته للكاف الذي يعني لن يمهله طويل، لذلك جاءت هذه البرمجه الضغط. لكن نشيد نحن والله بالمجهود الجبار اللي شاهدناه من خلال انطلاق الدوري الممتاز من اللجنه المنظمه والانضباط الكبير في كافه المستويات، اذا كان على المستوى الامني على المستوى الاعلامي في مباريات الدوري الممتاز. شهدنا انطلاقه محموده نوعا ما كانت فيه كثير جدا من المشاكل، وغياب الجمهور هو العنوان الابرز كان بالامس. بنتمنى كل الجهات المعنيه تقيف مع الانديه والفرق دي حتى في مساله الترحال من مدينه لمدينه ومن ولايه الولاية، ممكن تكون مرهقة نفسيا ومرهقة جسديا ومرهقة ماليا لأندية يعني حالة كان واقف تماما، لكن بنتمنى أنه الحال يكون أفضل في مقبل الأيام والأسابيع. الجميل نحن برضو بنشير لمنتخبنا الوطني هو في رحلة الإعداد، ويحاول أنه يعيد في مقدم الأيام، وكل الأنباء عن مواجهة المنتخب التونسي ومعسكر إعدادي هناك ومواجهة أخرى ستكون من العيار الصغير، استفادة المنتخب من الأيام اللي فيها دي. وبنشوف أنه مدرب المنتخب الوطني بتابع مباراة الهلال والأهلي مروي مع خالد بخيل، يعني ده شيء مميز جدا. وهي أدوار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية أنه تكون قريبة جدا وتتابع النجوم، عشان بعدين في مزالة الاختيارات ما يجي النجم الفلاني اللي يختاره، هو ده القدس موجود بالأداء فقط. نعم موجود وبتابع وبغيم وهو المسؤول من الاختيار. نعم دي حاجة مهمة جدا زي ما ذكر حسام، مسألة أنه مدرب المنتخب الوطني يكون حاضر، ما بنقول في كل المباريات لكن في عدد كبير جدا من المباريات، علشان مسألة الخيارات بعدين الخيار بيكون لمن يعطي داخل المستطيل الأخضر وليس الأسماء طبعا. نعم نتمنى أن تهدأ كل الأحوال في إدارات الأندية المختلفة. مثلا في المريخ رئيس اللجنة القانونية للمريخ التقى رئيس قانونية الاتحاد العام، المريخ وكل الأندية أتمنى أن تهدأ كل الأحوال الإدارية حتى نستطيع أن نؤدي فنيا وتؤدي هذه الأندية فنيا بأداء عالي. نذهب الآن معكم وندعوكم لمتابعة أجمل المشاهد والمهارات والأهداف في المستطيل الأخضر.